بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون، والحمد لله عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اليوم سأتحدث عن قصص لأناس داوموا على الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية وقطفوا ثمرات هذا الذكر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الأذكار التي يكفأ بها همك ويغفر بها ذنبك ويتحقق لك ما تريدين بإذن الله تعالى. وقبل ما نبدأ في سرد هذه القصص، لا تنسي الضغط على زر الإعجاب بالفيديو لأن الدال على الخير كفاعله. كذلك لا تنسي أن تشاركي هذا المقطع مع من تعرفين، علك تكونين سببا في تفريج كربة مسلم فتأخذين الأجر معي. بارك الله فيكم جميعا. تقول صاحبة القصة الأولى: أمس كان يوم الجمعة ونويت أني أجعل كل يوم صلاة على حبيبنا محمد ورسولنا دعاء. صليت عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، سبحان الله، دعيت الله أن يرزقني بشغل أحسن. واليوم السبت جاءتني رسالة للعمل في مكان جديد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والله ماني مصدقة، صار لي أدور شغل من سنة ونصف، ولما قررت أجعل يوم كامل للصلاة على النبي خلال 24 ساعة اتحققت. تقول صاحبة القصة الثانية: كنت بلا وظيفة فتوظفت بفضل الاستغفار، وكان لي أخ مسجون وكان خروجه شبه مستحيل، وبفضل الله ثم الصلاة على النبي خرج أخي، ولازلت أصلي على الحبيب المصطفى يوميا دون كلل ولا ملل. وأرجو من كل من مر من هنا الدعاء لأمي بالشفاء التام. تقول صاحبة القصة الثالثة: والله بفضل الصلاة الإبراهيمية رزقنا ربي بالبيت، وترسم زوجي في وظيفته، والآن أرددها بنية الوظيفة لي، واللي يشوف تعليقي يدعي لي ولكم بالمثل. تقول صاحبة القصة الرابعة: والله يا جماعة أني كنت في وضع صعب جدا، كررت الصلاة الإبراهيمية وقت السحر وانفرجت ونجحت في المادة اللي كان مستحيل أنجح فيها، لكن قدرة الله تفوق كل شيء. تقول صاحبة القصة الخامسة: أنا التزمت بالصلاة الإبراهيمية خلال أسبوع واحد، سبحان الله، تسخر لي عمرة لي ولزوجي ولعيالي، مع أنه كانت من سابع المستحيلات أننا نسافر لأن ظروفنا ما تسمح لنا، لكن سبحان الله تسخر كل شيء، حتى جوازات سفرنا كانت بدها تجديد. الحمد لله كانت أحلى سفرة وأحلى عمرة ما تخيلت. في يوم أني أزور الحرمين الشريفين من بعد سنين طويلة، ما أقدر أوصف فرحتي، الحمد لله دائما وأبدا. تقول صاحبة القصة السادسة: سبحان الله، أنا لي سنين وأنا أردد الصلاة الإبراهيمية، وقسما بالله تحققت لي أشياء كثيرة كثيرة جدا، ولي قصص كثيرة معها. تقول صاحبة القصة السابعة: أنا أول مرة وأول يوم سمعت بفضل الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم، وطبقتها بعد صلاة الفجر نفس اليوم مع الدعاء لأبنائي بالوظيفة، والله ابني الكبير قام مفجوع على رسالة نفس اليوم المغرب، طلب حضوره لمقابلة شخصية في وظيفة فورية. أنا دمعت عيوني من الموقف، وهو لي 3 سنين يدور طبعا لي أسبوع أقرأ البقرة وأستغفر. الحمد لله حتى ترضى، ما في شيء مستحيل، بس أنت ادعي والله يستجيب.
تقول صاحبة القصة الثامنة: وأنا مرة سمعت قصص الناس عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول مرة بقرر أرددها، وكانت ليلة جمعة رددتها لحتى نمت، وشفت الرسول عليه الصلاة والسلام بمنامي، كان جالس عنا بالبيت ويأكل من أكلنا، ففقت فورا، قلت أكيد راح تزيد البركة ببيتنا. وقتها كنا عايشين ببيت متواضع وكنت أكرهه كثيرا. بعد هالمنام والله رزقنا بمصاري واشترينا بيت وسيارة، وصرت أنا صاحبة أملاك ما كنت أحلم فيها، وزاد رزقي والبركة لليوم مرافقيني والحمد لله. تقول صاحبة القصة التاسعة: أنا دائما أردد الصلاة الإبراهيمية والصلاة على النبي بالصيغة العادية، أكيد أولا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في نية بداخلي. أقسم بالله العظيم أموري تيسرت، وأيضا الرزق أجاني من حيث لا أحتسب. الأمنية اللي بقالي لسه ما تحققت، ولكن كل ثقة ويقين بالله أنه راح تتحقق، فالصلاة الإبراهيمية معجزة. في النهاية أتمنى أن تكون هذه القصص قد حفزتكم وقد شجعتكم للإقبال على ورد الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية وكذلك بالصيغة العادية، دون أن ننسى وردنا من الاستغفار اليومي، وكذلك وردنا من تاج الذكر، وكذلك وردنا من الحوقلة، وكذلك وردنا من قراءة القرآن ولو صفحة يوميا، وكذلك لا ننسى قراءة سورة البقرة لأن فيها بركة. ما بقى لي إلا أن أقول لك دمتي متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.